ما زال الغموض يكتنف مستقبل حارس المنتخب الوطني رئيس وهاب مبولحي. ففي الوقت الذي أكدت تقارير إعلامية قرب انضمامه إلى نادي طرابزونسبور بطلب من الناخب الوطني السابق واحد حليلوزيج، ذكر تقارير إعلامية بلغارية وتركية مشتركة أن قرب الكرة التركية غلطة سراي تقدم بعرض قيمته 800,000 أورو لنادي سياسكا صوفيا للظفر بخدمة حارس المنتخب الوطني الذي تألق بشكل ملفت الانتباه في مونديال البرازيل. ومن جهة أخرى بند النائب رئيس طرابزونسبور ياكوب أسلان في تصريحات نقلها عنها الإعلام البلغاري نية مسؤول النادي التركي في التعاقد مع رئيس وهاب مبولحي، وأكدا أن النادي طرابزونسبور يملك حراس مرمى في المستوى وهو في غنى عن التعاقد مع حراس مرمى.